رح نحكي عن النظام الغذائي اللي رح يكون بعد عمليات السمنة. طبعاً أكيد مثل ما الكل بيعرف، نظام المفروض يمر بأربع مراحل. المرحلة الأولى اللي هي بتكون مرحلة السوائل الشفافة مثل المي وعصير التفاح ومرق الدجاج أو اللحم الصافي. هاي المرحلة ممكن تستمر من 5 أيام لمدة أسبوع. منخلص هاي المرحلة منباشر بالمرحلة الثانية اللي هي بتكون سوائل كاملة، فينا ناخد فيها حليب، لبن، زبادي، بأساس طبعاً تكون خالي دسم، بالإضافة لأي شوربة ممكن تكون مطحونة على الخلاط، يعني تكون مطحونة كتير منيح ما يكون فيها أي قطع مبينة أبداً. هيك هون نستمر مدة أسبوعين. بس تخلص المرحلة نبلش بالمرحلة اللي بعدها اللي هي مدتها أسبوع كامل، واللي هون نقصد فيها هي مرحلة الأكل اللين أو الأكل المحروس، اللي مثلا ممكن الواحد ياخذ انواع معينه من الاكل بتكون مقطعه على قطع كتير صغيره، او ممكن رز يكون كتير مطبوخ منيح، بطاطا مهروسه، بيض مسلوق، كله بنهرسه بالشوكه لقطع كتير صغيره وبناكله. وبس نخلص المرحله بقى نرجع لمرحله الاكل الطبيعي. اهم شيء انه ما يكون الاكل بيحتوي على سكريات عاليه، ما يكون الاكل بيحتوي على زيوت عاليه، او ما يكون مقليات. اهم شيء بمرحله الاكل انه نحاول نمضغ طعام كتير منيح بين 20 ل 40 مره. ما ننسى المي، لازم نحاول نشرب مي على الاقل 2 لتر مي يوميا. نبتعد باول فتره عن الاكل الحار او البارد، المفروض كله يكون بدرجه حراره الغرفه. بالنسبة لشرب السوائل مع الأكل، يفضل تكون قبل الأكل بنص ساعة أو بعد الأكل بنص ساعة. أهم شيء وقت نحس حالنا تضايقنا من الأكل أو صار في ألم بالمعدة أو حسينا الأكل خلص مش مريح بالنسبة لإلنا، منوقف عن تناول الأكل، لأنه ممكن هذا كتير الاحتمال يكون كبير إنه هو دليل على الشبع. في حال ما تحملنا المرحلة اللي نحن وصلنا لها، بنحاول نرجع للمرحلة اللي قبلها مدة 3 أيام. أو بحال نحن بس وصلنا لمرحلة الأكل العادي، مثلا في أشخاص كتير ممكن ما يتقبلوا اللحم الأحمر حتى لو كان مفهوم، بنرجع بنقول لهم إنه إذا جربتوه وما حسنتوا عليه ما تملوا، حاولوا تضلكم تجربوا عليه، ممكن تجربوا كل أسبوع ترجعوا تجربوا نفس الأكلة مشان تحسن المعدة ترجع تتقبلها مرة تانية. أهم معلومة بنرجع من أولى، الالتزام بالأكل، تناول من 9 ممكن ل 12 وجبة يوميا ممكن نحسن نتناول. طبعا أكيد الوجبات بتكون كتير صغيرة، بنركز على شرب المي كتير منيح، بناخد الفيتامينات اللي بتكون مكتوبة إنها مشان نتجنب حدوث سوء التغذية أو نقص أي فيتامين معين ممكن يصير عنا. طبعا أكيد مشان نزول الوزن بنحاول نبلش نعمل رياضة، بنبلش مبدئيا بالمشي وبس نحسن نرتاح، ممكن بعد 3 شهور نبلش بالرياضة. بالنسبة للأشخاص اللي بيجوا بيقولوا لي إنه نحن ما رح ناكل لينزل وزننا بشكل أسرع، بقول لهم لا، هاي المعلومة كتير خطأ، بالعكس أنتوا لازم تاكلوا لتساعدوا وزنكم ينزل بشكل أسرع، طبعا مع الانتباه للنصائح اللي أعطيناها وللأكل الصحي اللي نحن قلنا عليه.